العلوم الفصل الدراسي الأول إعداد نهلة عراب إبراهيم محافظة سوهاج جمهورية مصر العربية. هناخد النهاردة المراجعة النهائية للصف الثاني الإعدادي، مراجعة ليلة الامتحان. نبدأ الاختبار. مرحبا، يلا نستعد. يوجد بين جزيئات الماء روابط تساهمية ولا فلزية ولا هيدروجينية ولا أيونية؟ هيدروجينية. تمام، إجابة صحيحة. يبدأ ظهور العناصر الانتقالية ابتداء من الدورة الثانية، الرابعة، الثالثة، الخامسة. الرابعة. تمام. الحفريات الموجودة في صخور الأحجار الجيرية بجبل المقطم هي ايه؟ ايه يا ترى الحفريات دي؟ نيمولايت ولا أنفاق الديدان ولا السرخسيات ولا المرجان؟ النيمولايت. تمام. تكون نقط أيونات موجبة الشحنة عند اشتراكها في التفاعلات الكيميائية. يا ترى مين اللي بتكون أيونات موجبة الشحنة؟ الغازات الخاملة ولا الفلزات ولا الهالوجينات ولا اللا فلزات؟ الفلزات. تمام. الذرة في الحالة العادية يكون عدد الإلكترونات السالبة فيها بيساوي مين؟ بيساوي عدد البروتونات ولا نصف عدد النيترونات ولا بيساوي عدد النيترونات كلها ولا ضعف عدد البروتونات؟ يساوي عدد البروتونات. تمام. تسمى عناصر المجموعة 7A باسم ايه يا ترى؟ تسمى الهالوجينات ولا الفلزات ولا الغازات الخاملة ولا الأقلاء؟ الهالوجينات. تتكون الشهب في الميزوسفير ولا الثيرموسفير ولا الستراتوسفير ولا الإكسوسفير؟ الميزوسفير. تمام. من أهم أسباب الانقراض في عصر الانقراض الحديث يا ترى سقوط الكتل الجليدية ولا انفجار البراكين ولا سقوط النيازك ولا الصيد الجائر؟ الصيد الجائر في العصر الحديث. تمام. من أشهر الأنواع المنقرضة قديما الديناصور ولا طائر الدودو ولا الكواجة ولا لا توجد إجابة صحيحة؟ قديما يبقى الديناصور. تمام. يتحرك الهواء في طبقة التروبوسفير أفقيا ولا مائلا ولا رأسيا ولا لا توجد إجابة صحيحة؟ التروبوسفير اللي هي الطبقة الأولى، يبقى أكيد رأسيا. تمام. حجم غاز الهيدروجين المتصاعد من التحليل الكهربي للماء يساوي ايه بالنسبة لحجم غاز الأكسجين؟ يا ترى 4 أضعاف ولا نصفه ولا نفس الحجم ولا ضعف حجم الأكسجين؟ ضعف حجم الأكسجين. تمام. تسمى الطبقة الثانية من الغلاف الجوي باسم الميزوسفير ولا الستراتوسفير ولا الثيرموسفير ولا التروبوسفير؟ الطبقة الثانية. الستراتوسفير. تمام. من أمثلة الكائنات المهددة بالانقراض القرب تختفي الكواجة ولا النسر الأصلع ولا الديناصور ولا طائر الدودو؟ النسر الأصلع. تمام. بلورة الثلج شكلها يا ترى سداسية الشكل ولا ثمانية ولا رباعية ولا خماسية؟ سداسية. برافو. تسمى الطبقة الثالثة من الغلاف الجوي باسم الميزوسفير ولا الثيرموسفير ولا التروبوسفير ولا الستراتوسفير؟ الطبقة الثالثة. الطبقة الثالثة هي الميزوسفير.
تقدر درجة الأوزون بوحدة ايه؟ الوحدة بتاعت درجة الأوزون هي الدبسون ولا الكيلومتر ولا النانومتر ولا المليمتر مكعب؟ الدبسون. تمام. توجد حفريات كاملة لحشرات محفوظة فين يا ترى؟ في الصخور النارية ولا الكهرمان ولا العنبر ولا الأمونايت؟ الحفريات الكاملة للحشرات محفوظة في الكهرمان. توجد الحفريات غالبا في الصخور ايه؟ نارية ولا رسوبية ولا بركانية ولا متحولة؟ برافو، صخور رسوبية. من أمثلة الحفريات الدقيقة الفورمانيفرا ولا الأركيوبتريكس ولا السرخسيات ولا الماموس؟ الفورمانيفرا. برافو. تبدأ أي دورة من دورات الجدول الدوري الحديث بعنصر فلزي ولا لا فلزي ولا شبه فلز ولا غاز خامل؟ الدورة تبدأ من اليسار طبعا، تبدأ بعنصر فلزي. تمام، تهانينا، لقد نجحت في الاختبار. ممكن نراجع الاختبار كمان ونشوف إجاباتنا. كل اللي احنا عملناهم إجابات صحيحة فعلا، شايفين مكتوبها كلها إجابات صحيحة. لو عاوز الاختبار التفاعلي ده ممكن تضغط على الرابط أسفل الفيديو وهتحمل عندك الاختبار ده بالكامل عندك على الجهاز، هيشتغل أوفلاين مش محتاج نت. اضغط على الرابط أسفل الفيديو. شكرا ليكم، وياريت لو عجبكم الفيديو نضغط لايك ونشترك في القناة. شكرا، سلام عليكم.